شنو هو الخوف؟ علاش تخاف من الميديا؟ كيما برشا فنانين ولا يخافوا من الميديا؟ منذر علاش يخاف من الميديا؟ والله ايش نقول لك انا تشرت الديريكت باش ما يتمنتلو ما يتسيلكش مونتاج. شو لطفي؟ انا ما خافش. داير حتى فير نوار لا اخشى احدا دونك كان من ربي ان شاء الله. كان من ربي سبحانه وتعالى. بقى شنو الحكايه؟ الحكايه اللي انا كي نجي تقول لي زاني ما تقول كل صحابي ونعرفهم كي نجي حذاك ونحضر ونعمل امبيونس حلوه ونحضر في الباساج نتاعي خاطر انا برو على الاخر ما مش كي يجي زعما لازم نسهر للصباح ونجي نعمل نجي نعمل جاي وحضرت في العدل ونمشي لا نحضر الباساج نتاعي. دونك نحب انا شكون يحطني في اطاري. اخويا تحب تفركهم عليا ما يسالش فركهم عليا انا عندي لسان طويل نجم نفركهم اما مش تعديني في المسجل بعد تخيط كما تحب انت وسامحوني في الكلمه يخرجوا الارتيست قرد مش باهي. صارت لك؟ لا ما صارت ليش. ما نحصلش انا فهمت علاش ما نحصلش خاطر نعرف انا ولد الميديا والحاج انا بالاساس كنت انيماتور وزيد معناها ما تطور هاي الخدمه كل كل عدد ايش تلوم على اللي يحصلوا ما يحضروش لا لا ملوم شايين ثم شو ثم ناس في حاجه انهم يحصلوا ايش معناه ثم ارتيست يمشي باش يحصل ويعمل روحه تاسف اما هو يحب يحصل في باله هو كيعمل الباس عرفت العباد ثم برشا ناس تعرفت خاطر حصلوا مثلا واحد ضربوا الضو واحد المره واحد حاجه معناها عادي معناها فهمت ثم ناس تحب تحصل باش العباد تعرفها ومش عيب راه وانا مثلا كي راه صحابي ثم شكون صحابي قعد 20 سنه ما يعرفوا حد وتجي فازة كيما جات المصطفى مثلا في مع سامي وقت اللي استدعانا لك البرنامج نتاع غني الجمعيه وانا مدوا لي الحنوشه هو ضربوه بالضوء وقعد نص ساعه وراقد باش يعمل بوز انا نعذره شكون مصطفى؟ دليش نعذره استغل البوز هذيك باش مصطفى بدا تعرف فيه العباد معناها رغم اللي قبل عنده اغاني حلوه وكل لكن وقتها بالبوز هذيك ولا يعرفها ولا تلعبت تعرفوا دونك حكيت انك تمشي باش تحصل ساسا معناها كاينك انت صبيت بصاحبك الدلاجي طور لا ما صبيتش بيه انا لا ما صبيتش بيه انا مصطفى كاينك معناها كشفت طرق اللي هو بتتر حبه تعدى ناتوريل هو تو ممكن يتفرج يقول مش بي عراني هكا معناها كشفت انا مصطفى ما عريتوش انا كان واش نقول لك شو بالنسبه لي انا مصطفى الدلاجي مصطفى اخويا نعرفه عندي 20 سنه تو ومصطفى مسكين قعد مده يتفرج في الناس تغني في اغانيه وما ظهرش وما دخلش فلوس وكل وعاذره. نهار اللي تعدى معنا في الحصه هذيك انا فرحت، البوز هذاك فرحت به، لانه بدات تعرف فيه العباد وبدات امور تنفرش وكل. دونك يعرف مصطفى اللي انا من قلبي الداخل نحبه، لكن هذيك الحقيقه معنا ساعة نستغلوا البوز باش نتعرفوا. خاطر قبل العباد ماكس مستعد باش تعمل بوز؟ ولا انا كان ثم حاجه تخدم به كان يجيك بوز اليوم طياره يخدمك يزيدك الاف من ما ثم لطفي ثم خيط رفيع بين البوز والطبل بوز. باهي يا بوز وتبل بوز نحب باهي نشري عليه تبدا جو دمو نضيف ناخذ خذ بابا